حكايا قصصنا بآلهة غدت، حكايا قصصنا بآلهة غدت، تراثا لقوم فاسمعوها أساطيرا أساطيرا. متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجنا الميثولوجيا، وسنسعد كثيرا بانضمامكم إلى عائلتنا على اليوتيوب بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس كي تتوصلوا بحلقاتنا القادمة فور نشرها، ولا تنسوا الإعجاب بالحلقة فهذا يساعدنا كثيرا على الرفع من محتوى القناة. وسنحدثكم اليوم عن إله الجبابرة كرونوس. مشاهدين الكرام أهلا بكم. كرونوس إله الجبابرة، أشرنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج إلى هذا الاسم كثيرا، وأعتقد أنه من الواجب تقديمه، لكنني لم أشأ ذلك حتى إذا ما تحدثت عنه الآن عرفتم موقع هذا الإله في الأسطورة. أكرونوس بحسب الميثولوجيا فهو إله الجبابرة، وهو ابن غايا الأصغر وابن أورانوس وأبو زيوس كبير الآلهة، وهو الذي انقلب على أبيه قبل أن ينقلب عليه ابنه زيوس. كان أورانوس قد حبس كل أولاده بسبب كرهه لهم، وهنا غضبت زوجته غايا واتفقت مع ابنها كرونوس بأن يخصي والده وأعطته أداة هي المنجل، وهذا كله من أجل تحرير إخوته، فأصبح بذلك كرونوس حاكم الكون وإله الجبابرة ومؤسس العصور الذهبية. تزوجته أخته ريا بعد أن قتل أباه، وأشرنا من قبل إلى أن النبوءة أخبرته بأن أحد أبنائه سيفعل به كما فعل هو بأبيه، وأخته تزوجته لأجل أن تحميه من هذه النبوءة، فكان أشد بطشا على أبنائه من أبيه به وبإخوته، فأخذ يأكل أبنائه خوفا من أن يكون من صلبه من ينقلب عليه، فكان من أولاده بوسيدون وهيرا وزيوس، ولكن زيوس هو الذي نجا بعد أن أنجبته أمه بعيدا عن كرونوس، وقدمت لكرونوس صخرة فأكلها ظنا منه أنه أكل ابنه الأصغر وهو السادس، فعاد زيوس فيما بعد وانقلب على كرونوس ثم حرر كل إخوته وأعمامه وأصبح كبير الآلهة. تقول الأسطورة أن زيوس قد استغل فرصة هي أنه انتظر كرونوس حتى يكون سكرانا، وكان قد سكر نتيجة شربه لعسل كان يسيل من شجرة عملاقة، ولما استلقى فاقدا وعيه انقض عليه زيوس وقيده ثم انتصر عليه في النهاية. وقد عبد سكان اليونان الذين عاشوا فيها قبل الإغريق عبدوا كرونوس عبادة فيها وفاء وإخلاص، بينما قد كفر به الإغريق لأنه لما قطع خصيتي والده حقدوا عليه، وقد كان لحظتها يسعى إلى الاقتراب من جايا، ففصل بعد ذلك الأرض عن السماء وولدت الأحقاد من دمائه التي سقطت على جايا، بينما انبثقت أفروديت من الزبد الأبيض الناتج عن أعضائه التناسلية التي سقطت على المحيط، هكذا تقول الأسطورة. وبذلك أصبح كرونوس حاكم الكون وملك الجبابرة. لم يتناول الفنانون كرونوس بشكل كبير مطلقا على عكس ابنه زيوس، ويصور كرونوس في الفن كرجل كهل يحمل أداة قد تكون منجلا في الأصل، وبهذا اعتبر كرونوس في الميثولوجيا حاكما في العصر الذهبي، وقد سمي عصره بالعصر الذهبي لأن فترته هي الأقدم، ولأن البشر عاشوا في ظله بدون أحزان،
فعبده اليونانيون وأخلصوا له عكس الإغريق الذين جاءوا فيما بعد. وهكذا عاش كرونوس بعد أن انقلب على أبيه، فانقلب عليه ابنه وقتله وراح وخرج ضحية البلاط الإلهي، فلم يبقى في رحابي أو في ملكوتي الآلهة. على أمل أن نلتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة. علي عبيد يحييكم، في أمان الله.